كلنا عارفين ان مانشستر يونايتد بقالهم اكتر من 15 سنه بيحاولوا يجيبوا دوري ابطال اوروبا لخزنه النادي، ولكن كل موسم يلبسوا في خصم يعمل معاهم فوق الواجب بشويه حرفيا، بدايه من موسم 2009 لغايه الموسم اللي احنا فيه دلوقتي ده لسه لابسين في البايرن. فانا قررت اني هتولى تدريب اليونايتد لمده موسم واحد فقط، احاول في الموسم ده ان انا اصلح كل المدربين الفشله اللي قبلي بوظوه وهدش من المكان وانا والحديد التاني. ايه انت مش معتزل، ايه اللي رجعك السعاده؟ من الواضح ان انت ناوي برضو تاخد مني اللقطه. خليك كده، كل ما يبقى في لحظه كده اقدر اثبت فيها نفسي ليك ماشي، خليك كده كاتم على نفسي كده. تمام، بكره تكبر وارميك في اقرب دار مسنين. العجز وحش يا فتاح، افتكر اللقطه دي. ماشي يا حبيبي، ماشي يا عم، روح شوف لك حضانه بقى، ولا بقول لامك تعمل لك طبق سريلاك. يلا، انا قلت يا جماعه ان بما ان فيها تدريب بقى فانا اولى من الوضع العبيط ده، وهو بالمره نرجع بقى من الاعتزال بقى لها الواحد كام شهر قاعد في البيت لا شغله ولا مشغله والمصاريف كترت بصراحه الغلاء رهيب. فقلت امسك انا مانشستر يونايتد، انا اولى بالارشاد. وريني يا ابني عقد برشلونه بيقول لك ايه. اوبا، بيقول لك الهدف الاساسي هو الفوز بدوري الابطال اوروبا مهما كلفنا الامر، سيكون معك سيوله ماديه محدوده جدا. يعني مش ناويين يدفعوا، انا ناويين يعتمدوا عليا في الامور اقتصادية برضه. هذا العقد مدته 3 سنوات، نحن نعتقد انك ستفوز بدوري ابطال اوروبا خلال هذه ال3 مواسم. يا نهار اسود، 3 مواسم؟ ده انا اجيب لك 5 ابطال يا بس. معنى كده يا جماعه ان انا لو ما كسبتش دوري الابطال خلال ال3 مواسم دول هيطردوني. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شايفين يا جماعه حاليا السير بولتكس مسك وبستايل جديد وبتاع، هو طبعا نفس الستايل بتاع السنه اللي فاتت، البدله الحمراء، لكن في نظاره بيضاء جديده، يا ريت نركز عليها عشان بس الواحد دافع وكده. اول حاجه تعالوا نبص على ميزانيه النادي. معانا 269 مليون، طبعا انا ما خدتش اي قروض، دي الميزانيه اللي موجوده في مانشستر يونايتد من غير ما انا اطلب اي فلوس زياده ولا اي حاجه. بالنسبه لتشكيله الفريق فدي التشكيله اللي بيلعبوا بيها حاليا. تعالوا ندخل نلقي نظره، يعني التشكيله لا 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 لا. مين يا جدعان السباك اللي كان شغال قبلي في المكان ده؟ لا لا لا، ما حدش يسالني ليه، هو احنا لازم ندق مفك في الراجل اللي كان شغال قبلي على طول. لازم احط بعض تغييرات لان الشامبيونز ليج مش سهل، ولو كانت الفرقه كويسه كانوا كسبوه. الفرقه ما جاتش. بعد لما قعدت كتير بفكر واخطط ازاي ممكن الاقي انسب خطه للفريق، وجدت ان ده انسب حل. ال 4 3 3 يا جماعه اللي بسي دي ام، 2 خط نص عاديين اللي هم سي ام، وواحد سي دي ام هنلاعب كاسيميرو لان حرام ان احنا نرميه. لاحظت ان الفريق كان محتاج اظهره جديده تبقى ماسكه طقم الدفاع كويس جدا بدل دالوت وشو اللي يعني مش في افضل مستوياتهم حاليا. فعلى طول رحت اتعاقدت مع اشرف حكيمي من باريس سان جيرمان بحوالي 70 مليون يورو، اعتقد ان ده كان انسب خيار ممكن نعمله في الظهير اليمين. حاولت اتعاقد مع جواو كانسيلو، ولكن للاسف هو في برشلونه حاليا وما ينفعش اتعاقد معاه غير لما يرجع من الاعاره. كده يا جماعه ما قدمناش غير نونو منديش، لان احنا محتاجين باك شمال اساسي وفي نفس الوقت يقدر يلعب جوكر. قدرت اقنع مدرب الفريق اللي كان متمسك بنونو منديش، لكنه اول ما شافني هدفع 88 مليون يورو وافق على طول بدون نقاش. بالنسبه لنونو منديش فهو وافق على طول بمجرد ان هو هياخد نفس مرتبه اللي كان بياخده في باريس سان جيرمان، فكده رسميا نونو منديش ينضم الى نادي مانشستر يونايتد. بعد انضمام اشرف حكيمي ونونو منديش الى قائمه الدفاع، الفريق بقى اقوى شويه، ولكن كنا لسه محتاجين لاعب عالمي او بمعنى اصح نجم الفريق الاول. ما كانش في اي خيار افضل من نيمار جونيور يكون هو نجم فريق مانشستر يونايتد الاول، ولاول مره يكون في الدوري الانجليزي، وده هيبقى اخر امل ليه للمنافسه على البالون دور. ابتديت العرض فتح كلام كده مع مدرب الهلال السعودي اني هدفع 100 مليون دولار في مقابل نيمار جونيور، لكنه للاسف على غير المتوقع رفض وطلب اقل حاجه 131 مليون. المشكله هنا كانت ان خزينه النادي ما فيهاش اصلا الرقم ده، لسه ما عندناش، فما كانش في حل غير ان ادخل لعيبه موجوده عندنا في الفريق عشان اقلل السعر شويه. فكان العرض المقدم هو 100 مليون دولار زائد انتوني مارسيال، وكانت الصدمه انه وافق على طول بدون اي تفكير. علينا يا جماعه بقى ان احنا نقنع نيمار ذات نفسه انه يجي عندنا الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، دخل عليا نيمار بمدير اعماله اللي شبهه اصلا ما اعرفش ده مين، ولكن يعني قلنا يا رب استر. كان لازم احاول اقنعه بكل الاساليب الممكنه واديله عرض ما يعرفش اصلا يرفضه. بص يا نيمار يا ابني، انت هتاخد ال 130 الف اللي انت بتاخدهم مع الهلال عادي جدا، وهتاخد فيهم مليون دولار سايننج بونس، وهتبقى بتلعب في الدوري الانجليزي بنفس المرتب اللي بتلعب فيه في الدوري السعودي، وراي ان احنا معناش تاني. يعني انا لو كان معايا كنت هديك، انا بحبك اصلا، بس بص فوق معانا 20 الف، ما يغلوش عليك لو عايزه. فبسم الله يا رب يوافق. ما وافقش يا جماعه. طب قول اي حاجه، قول انك متضايق، يعني انت عامل ايه؟ طب مديله نفس المرتب يا جماعه اللي بيلعب فيه في الدوري السعودي، ده المفروض يوافق يعني. للاسف يا جماعه نيمار
سابني ومشي. دلوقتي السير بولتكس في موقف حرج، وان سوق الانتقالات قرب يقفل دي مشكله اكبر من مشكله نيمار. ما كانش قدامي غير اني استنى 10 ايام وبسرعه جدا قبل ما سوق الانتقالات يقفل عشان احاول اتعاقد مع نيمار لتاني مره. دلوقتي يا جماعه هنخش نحاول نجيب نيمار لتاني مره. المره دي بقى ما كانتش مشكلتي مع المدرب اطلاقا، خصوصا ان هو اقتنع بفكره بيع نيمار في الاول، والمره دي ما كنتش مضطر اني ادخل لعيبه من عندي في الفريق بالعقد بتاع نيمار. فرميت اول ورقه ب 122 مليون دولار، وكالعاده الراجل وافق من اول محاوله. هندخل يا جماعه دلوقتي مع نيمار، يا رب يوافق المره دي لان دي اخر فرصه، سوق الانتقالات قرب يقفل خلاص. المره دي ما كانش ينفع اهزر معاه هو او مدير اعماله اطلاقا في موضوع الفلوس، لان يعني اعتقد ان احنا عارفين ان دي من اهم الحاجات عند نيمار. فكان لازم اقدم له عقد ما يقدرش يرفضه، ولكن في نفس الوقت يكون اقوى من العقد بتاع اول مره بكتير. فقلت له ان هو هيلعب اساسي وان مده العقد هتبقى 3 سنين، والحمد لله الراجل اقتنع. يعني نيجي بقى عند الجزء الاهم وهو المرتب. المره دي عشان اضمن موافقه نيمار ومدير اعماله على العقد كان لازم اقدم عرض ما حدش قدمه له قبل كده. فطالما هو في الدوري السعودي بيلعب لاجل المال نوعا ما وخد 130 الف دولار، فانا هقول له تعالى الدوري الانجليزي في واحد من اكبر الانديه في انجلترا وهتاخد 200 الف دولار. اما بقى بالنسبه لاول لما تمضي على العقد هتمسك في ايدك كده كاش 2 مليون و200 الف، وزياده تاكيد حطيت له بونص ان كل 10 اهداف نيمار هيسجلهم هياخد في ايده 80 الف دولار. رغم اني كنت متردد ان هو يوافق ولا لا، ولكن ده كان اكتر عرض اقدر اقدمه له، يا اما هجيب نجم تاني يعني بصراحه. المره دي رفض العرض، ولكن ما قامش مشي، كان بيتكلم وجاهز ان هو يتناقش في العرض. لكني اتفاجئت لما شفت انه طلب 280 الف دولار رغم انه بياخد 130 بس مع الهلال، وكمان طلب سايننج بونص 2 مليون و400 الف. دلوقتي انا كان قدامي خيار من اتنين، يا اما اقبل واجيب نيمار مانشستر يونايتد ويبقى هو نجم الفريق الاول ويشيل الفريق على كتافه نسبيا في التشامبيونز ليج، او ان انا ارفض وهيبقى معايا وقت متبقي قليل جدا قبل غلق سوق الانتقالات عشان اجيب نجم يشيل الفريق على كتافه مكان نيمار جونيور. اعتقد يا جماعه ان احنا في موقف حرج، فمضطرين نقبل العرض ورسميا اهلا بنيمار جونيور في مانشستر يونايتد، ولاول مره في التاريخ نيمار في الدوري الانجليزي. اليوم بقى اللي نيمار جونيور جه فيه نادي مانشستر يونايتد وسافر لانجلترا، اصلا الشوارع كانت مقلوبة حرفيا، كل الصحف والقنوات بتتكلم على الانتقال، وان ده ممكن يكون فعلا امل اخير لنيمار جونيور قبل اعتزاله ان هو يفوز بالبالون دور ويحفر اسمه في التاريخ. كده يا جماعه اعتقد ان الفريق جاهز ان هو يكسب فعلا دوري ابطال اوروبا. عندنا نيمار، راشفورد، انتوني، برونو فرنانديش، كاسيميرو، اريكسن، وطاقم الدفاع بتاعنا نونو مينديش، مارتينيز، فاران، وحكيمي، وانانا في حراسه المرمى. اعتقد بقى مفيش ثغره واحده، حتى الدكه بتاعتنا يعني مقبوله شويه، ممكن تتطور مستقبلا. اول مباراه عندنا في الدوري هتكون امام نادي وولفز الانجليزي، هنتست فيها الفريق ونشوف كده هل في تناغم ما بينهم ولا لا. دلوقتي السير بولتكس انهى سوق الانتقالات نسبيا، وابتدى ان هو يركز في التكتيكات والتعليمات اللي هيديها للفريق عشان يفوز باكبر قدر من البطولات منه. ايه ده بس ثانيه، هو السير بولتكس ازاي قدر ان هو يجيب نيمار جونيور رغم ان ما كانش معاه ثمن الصفقه في الاول، وكمان الحاله الماليه للنادي ما تسمحش ان هو ياخد قروض في الوقت الراهن؟ اما انا نسيت اقول لكم يا جماعه، انا قدرت اجيب 80 مليون يورو لخزنه النادي في تكه، ولكن طبعا الفلوس دي ما جاتش من الهوا، هتوحشونا يا رجاله. ولا انا يا جماعه مع اول ماتش واول تجربه للفريق بعد التكتيكات والصفقات اللي احنا عملناها. عندنا هنا لقاء صحفي ما قبل اول ماتش، طبعا ده ماتش هفق كده كده كواحد سير بولتكس انا، بس يعني هنخش يلا. هل انت جاهز لاول مباراه امام الثعالب؟ الحقيقه يا ابني احنا السكواد بتاعنا قوي جدا، تمام، قبل ما اجي، وقوي زياده بعد ما انا جيت بعون الله، لان زي ما انت اكيد متابع ماشي، لو انت مذاكر يعني هيبقى في شويه صفقات عدوا عليك كده وانت بتتصفح منصات التواصل. هل هناك ضغط عليك ان انت تجيب دوري ابطال اوروبا؟ الحقيقه هناك ضغط، بس انت بتحط الضغط على مين؟ يعني انا ده السؤال بتاعك. انت الضغط موجود، تمام، انت راجل جاي مكان الواد الاقرع اللي كان قبلي ده، تمام، انا لو شفته هنا هدي بالمايك، شايف المايك ده؟ هدي بالمايك على قرعته كده، انا بتكلم بس اهو. انت ده كان راجل اقرع، وقبليه في واحد معتوه برده كان ايه مش عارف يدرب الفريق، وبقالكوا كتير انتوا هنا في مانشستر يونايتد مفيش دوري ابطال، يجي بقى بتاع الابطال يمسككوا ابطال، يعني احنا بنتكلم في ايه؟ وبعون الله شايفين الفتره اللي هم مديوهاني ثلاث موسمين ده، انا هجيبه في موسم واحد. ثلاث مواسم انا مش فاضي اقعد ثلاث مواسم، ثلاث مواسم حتى العمر لحظه، انا محتاج اعيش، انا هجيبه في موسم واتكل على الله. ثلاث مواسم ايه، انا مستحيل اعيش في البلد دي اكتر من موسم واحد، لان ترى ما فيهاش شطافه يا جماعه، انتوا عايشين ازاي؟ انرو مينديز جاهز ان هو يعمل تاثير جذري او يؤدي في اول مباراه له؟ والله بقى دي حاجه بره عنك، انت مين اللي مشغلك؟ مين بس قول لي اسمه عشان انا مش هطلعكوا بره انتوا الاثنين، احنا مش هتروحوا من النهارده النادي. ولكن انا واثق في نونو مينديش ان هو بعون الله عنده يعني بعض الاشياء يجب ان يبرزها لنا، تمام، لازم يبرز
تمام، عشان برضو الاعلانات وكده. ولا انت ايه؟ طبعا بنتكلم في الاداء يعني، ما بتهدفش بعيد يعني. اه احنا بنتكلم، انت ما تفهمنيش صح. انا بقول لك احنا دلوقتي يا جماعه هنعمل سكيب للماتش ده يعني، هنبص على النتيجه على طول. انا بس عايز اشوف اداء الفريق، عايز اشوف هيعملوا ايه كده لوحدهم، هل محتاجين ان احنا نقوي زياده ولا احنا تمام. المفروض وولفز يعني، لو ما كسبنا اقل من 3-0 ماشي حد من الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الكويك سيميليشن، هنشوف مع بعض. طيب هو انا الحقيقه كان محتاج اجيب في سيره السير اليكس حاليا، ولكننا هو احنا بنلعب في النادي بتاعه دلوقتي، فاحنا هنتصالح معاه بس لمده موسم واحد. طيب هنعتبر ان احنا انا اصلا ما كنتش، الماتش ده مش محسوب. هو الواد نيمار مش بيلعب ولا ما نيمار بيلعب؟ والواد فين ال 3-0؟ 3-0 من وولفز. بس ثانيه واحده، احنا الاستحواذ 59% لينا، تسديدات على المرمى 7 لينا، فرص ماشي، فرص تمت صناعتها 7 لينا برضه. معلش اشوف الريتنجز بتاعت اللعيبه، اشوف مين اكتر واحد كان ما جاش، مارتينيز وحكيمي. الواد نيمار بس الواد نيمار اعلى واحد في الفريق. تمام، اطمن على فلوسي. معلش طيب احنا هنراجع بسرعه يعني جميع بيانات بس اعضاء اللاعبين اللي معانا في الفريق، لان انا شكلنا هنحتاج نخطف لنا كام عيل كده من عيال الناس دي عشان يلعبوا بجد بقى. طب بصوا يا جماعه، احنا عندنا دلوقتي ماتش قصاد توتنهام، هنلعب الماتش ده عشان انزل بنفسي اشوف بقى ايه اللي بيحصل في ارضيه الميدان. هيلعبوا بسون وريتشارلسون وكولوفيسكي وشويه، لا فرقتهم حلو، بس شايف سن بقى ده خليه يتقل عليا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي الساده والاعضاء والمشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في اول ماتش نلعبه بنفسنا، وهنشوف هل فعلا الامور فعلا مش مظبوطه في ارضيه الميدان، ولا الماتش اللي فات كان مفبرك ولا ايه. طبعا احنا عاملين التكتيك من بره ان احنا بنلعب على الخط، تمام، هتمشي بالعرض تعمل الباصه وتشوط. هي الفرص بتضيع كده في الماتش اللي هو بتاع وولفز. فهمت، خد يا نيمار، روح على نيمار، الني 1 2، نيمار بالعرض. حلوه. طب ما هي الدنيا ماشيه، بس نجيب جول بس. ايوه شجعهم كده سير، الله ينور. ورا نيمار، خد، ما فيهاش اي حاجه ولا فيها اي حاجه، بص العرضيه وجمالها. طب ما الدنيا ماشيه وحلوه، هي امال في ايه يا ابن اللعيبه يا راشفورد؟ وانا اللي كنت بفكر اجيب مهاجم، الله ينور يا ابن. لا يبقى انت هتلعب مهاجم لحد ما نيمار يتصاب يا حبيبي. طب بص بس عرضيه نيمار الاوتسايديه، بص اتفرج، مش الصعوبه ليجندري، احنا مش بنلعب اصعب صعوبه، احنا بنلعب ليجندري تاني اصعب صعوبه عادي. تمام، العرضيه اوتسايد في الحطه اللي بالكعب، تقول لي وولفز تكسبني انا 3-0، انا اخسر 3-0؟ روح على نيمار، بص واد فوق اهو، يا سلام. حرام، الانتون واد قدام، يا سلام، يا لا معلش بقى، معلش انا متاسف بس في الكلمه، الماتش اللي فات مفبرك 200%، يا اما الواحد عويل بقى. لا ما انا مش معقول انزل واجيب ده توتنهام، يبقى مش معقول وولفز تكسبني. معلش سكريبتات مش عايزين، انا ممكن ارفع قضيه واخسرها عادي جدا، فاحترموا نفسكم احسن يعني، وفروا عليا يعني. انتهى يا جماعه الشوط الاول بنتيجه 2-0 لصالح اليونايتد بقياده العبد لله. الواد راشفورد جونين طبعا جامدين جدا، ونيمار متالق، وفلوسي حلال. فايز كده بقى، احنا هنطلع اريكسن عشان بيموت، بس ننزل امرابط ده، حلو امرابط، جميل امرابط، مغربي برضو وعرب زينا، واحنا العرب ما نقطعش في بعض في الغرب. هتلعب امرابط، هنريح راشفورد عشان مهم، تمام، وهن ايه، هنكويكسل لا يعني اللي هو نينجز نكويك سيميليشن يعني، تمام، نشوف نتيجه المباراه. خلصت 4، لما انا اكسب 4-0 العيال دي ازاي انا وولفز تكسبني 3 يعني؟ ايوه كده، الناس كانت هتاكل وشي الماتش اللي فات. اتفضل يا عم، عندك الواد الشو بيتكلم مع الاعلام بيقول لك انا مضطهد من قبل بولتكس. ما انا دافع فلوس في نونو، انا رحت وجبته بكام؟ 80 باي، 80 مليون بكام انت؟ ب 20؟ طب انت عبيط ولا ايه؟ لا 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 لا، تشوف لك تربه خالص يعني. طب اخوانا انا سكبيت 3 ماتشات كده، تمام، نوتنجهام 2-0 لينا، ارسنال 3-1 لينا، برايتون 4-0، تمام، عشان نخش في التقيل بقى ونبتدي اللي احنا جايين اصلا ماسكين اليونايتد عشان تلكوا البلد. انجلترا دي ما فيهاش شطاف، انا مش عارف اعيش، انا جاي اقضي المصلحه وامشي. نلقي نظر على الفريق كله في زياده، الحمد لله، يبقى التكتيكات مظبوطه، واول ماتش ده كنا بس بنستعبط كده عادي، شويه استهبال من نفسنا ما يضرش يعني. انما نيمار زايد 5، الواد راشفورد 1، انتوني 6، يبقى الدنيا حلوه. هنصعب بقى الصعوبه اكتر، بدل الليجندري تبقى التيميت، ونفتح الكومبيتيتور مود ماشي، ونفتح يا عم البلاير اهو، صعبت الدنيا على الاخر. فاللي جاي تقيل، اللي جاي ما فيهوش هزار بقى، اللي جاي دوري ابطال. طب مؤتمرنا بقى الصحفي، عشان بس هطلع 3
هنعمل حاجه. هل بامكانك الوصول الى نهائي دوري ابطال اوروبا؟ بص تو بي اونست ان احنا المجموعه بتاعتنا يعني مش اسهل حاجه تمام، ولكنها برضو مش اصعب حاجه. انت تقول لي بقى بايرن ما بايرنش، انا مش بتاع الكلام ده يابا، انا الالمان ما بياكلوش معايا، انا بعون الله انا الاول، بايرن الثاني خلصت. مثلا الفرقتين التانيين انا ما بصيتش اصلا على المجموعه، هيطلعوا مين؟ اي فرقتين تعبانين فماشي. فاحنا قبل ما نقول الفاينل نتكلم الاول في دور ال 16. هنطلع دور ال 16 ان شاء الله. هل تقدر ان انت تبتدي دوري ابطال اوروبا بفوز على البايرن؟ اقدر ابتدي بفوز على البايرن، بل بالعكس سوف اسحق الالمان سحقا كده فاهم، لانني مش عامل صفقات ب 3 دولار يعني نراي ان الواحد دافع برضه الله يكرمك، وتكتيكات الواحد وتاريخه وبتاع، ومرجعيني من الاعتزال عشان اجيب لهم ابطال، فما يصحش، لازم اثبت لهم نفسي. هل من الممكن ان يكون بايرن ميونخ افضل منكم حاليا؟ ده هناك، ده تمام هناك عارف ماشي، روح اسالها يعني. مع كامل احترامي طبعا للجميع، وما لناش طبعا عداوات مع حد، ولكن تبا للالمان على جابوا الالمان ماشي، والواد المدرب بتاعهم اسمه ايه، تبا له من غير ما اعرف. اطلع بينا يا ابني على الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم، تبتدي اولى مباريات ال هو في ايه؟ في ايه؟ ايه هات كده شويه كده. ولو 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 ولو. يا ابن اللعيبه يا نونو يا جامد يا علامه يا تاريخ يا بفلوسي الحلال. يمشي نيمار، راح نيمار يشوط، ولكن الحارس. على فكره نيمار دي فرصه ليك ان انت تنتقم عشان اللي عملوه فيك في سنتين ورا بعض، سنه طلعوك من الفاينل وسنه انت تحضهم، ولكن كسبوا برضه حبيبي عشان باريس سان جيرمان ما فيهاش روح. تمام، حط بقى. تمام. لا 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 نونو، مين ده؟ موسيالا. موسيالا اسرع من نونو منديش. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. طيب هي اتحسبت بينالتي ماشي، هو حط الجول بس الحمد لله الحكم وقف قبل ما هي كده ماشي، بينالتي بينالتي، مع ان انا شايفها عادي يعني، يا دوب نام في الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. طب على فكره انا مرمي، انا مش حاطط الدراع بس اترميت في الجهه دي. طب معلش، هو مفيش جليتش سنتره في هنا؟ كره عند اريكسن، راح اريكسن، اريكسن للواد انتوني، الانتون بالعرض حلوه، خد دي. تمام يا جماعه، كوره عند الناي. يا سلام يا نيمار على الباصه، والله راشفورد انفراد فوق بقى فوق، خد دي يا رب. انتهى يا جماعه الشوط الاول بنتيجه 1-0 لصالح الالمان، وانا مش هسكت على الموضوع ده يعني، اقل حاجه هقبل بيها هنا بصراحه هي تعادل، لان انا مش قليلين يعني. بص بص نيمار، خد يا نيمار. يا سلام نيمار، احنا محتاجين ندي نيمار تقويه في الفينش ضروري. بص كوره عند الناي، يمشي الناي، راح الناي، يا ولد يا ناي، تحت يا ناي، حط. لا 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 انا تعبت بجد، الفينش غبي قوي. ايوه مين اللي فوق ده؟ نيمار جونيور. نيمار نيمار، تحس الصعوبه التيميت مش بيصعبوا الدفاع، هم فاهم بيضيعوا لك الفينش بس. الواد نيمار فوق، عرضيه على البعيده ماشي، واحده بالهيد بقى. ايوه امسك دي ماشي، حلو 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 حلو. احنا حاليا في الدقيقه 82، الفرقه ابتدت تتعب نسبيا، هننزل بجرناتشو وهوايلاند في الهجوم، مع اني مش عايز اطلع راشفورد بس هنجرب هوايلاند ده بيقول ايه، وبس كده اعتقد ان احنا كده حلو، ممكن نعمل كونستان بريشر بس وخلاص، كونستانتنا بريشررنا وهيا بنا. احنا حتى الان الدقيقه 82 1-0، ممكن نتعادل. كاسيميرو معرفش ايه اللي مطلعه قدام بس ماشي، مرابط بالعرض، هوايلاند يا ابن اللعيبه حلوه. طب جامد والله ماشي، هو بالمناسبه يا جماعه اشول وتقريبا 3 ستار ويك فود، فكويس ان هو حاطط دي بيمينه، حلو جدا يعني. تمام يا جماعه، التعادل في الدقيقه 87 كده، احنا ممكن نطلع ايه بنقطه من اول ماتش، لو نفوز بقى هحب الموضوع. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا سيدي، نهارك لذيذ، نهارك لذيذ. بريز اير يا جماعه، انتهى يا جماعه المباراه باللي للاسف بعد رجوع الامل لينا، ولكن تم خطفه مننا من جديد. عموما دول برضو المان، واحنا انتوا معروف طبعا السيارات الالمانيه احسن سيارات في العالم يعني، اتكلم اللي هو من ناحيه البرفورمانس، بي ام ومرسيدس جدا. طيب بصوا يا جماعه، احنا مجموعتنا كوبنهافن دي وجلاتا سراي ماشي، يعني غالبا غالبا احنا التاني عادي، هنطلع جد عادي جدا مع البايرن، سيب لهم هو الاول ماشي تواضعا كده، اللي هو من خداع الخصم في البدايات، نقول له احنا ضعفاء، احنا التاني فاهم، خد انت
انت الاول ماشي، وبعد كده نبقى بقى لما نطلع دور اللي هو اللي بعده نبقى نكمل. نظرا يا جماعه الى وقت الحركه، عملت سكيب لمعظم ماتشات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، والحمد لله حتى الان ما طلعناش ولا خساره واحده غير بتاعه البايرن اللي كانت في الاول. كسبنا جلاتا سراي مرتين وكسبنا كوبنهافن مرتين، وتبقى اخر ماتش بتاع بايرن ميونخ. علينا يا جماعه ده ترتيب المجموعه بتاعتنا. هو في حاجه بس انا مش عارف، هو ازاي كوبنهافن وجلاتا سراي لعبوا خمس ماتشات ومعاهم نقطه واحده؟ هو مش اللي بيتعادل؟ هم خسروا الاربع ماتشات التانيين بس. ده حاجه، ده مستوى جبار الحقيقه يعني، نقطه واحده من خمس ماتشات ده رقم طبعا جميل جدا. ولكن كما توقعت بايرن ميونخ يعني كانت هي اللي في الصداره واحنا الثاني عادي جدا، فسواء كسبنا او خسرنا مش هيفرق في حاجه، الحمد لله هنصعد للدور اللي بعده. وبما ان الماتش ده مش فارق يا جماعه، فانا ريحت معظم اللعيبه لان لاحظت ان التشكيله كان كلها تعبان تقريبا، نيمار ومعظم الفريق كان يعني بيموت، فاحنا هنريحهم للدور اللي بعده. الماتش ده كده كده كسبناه خسرناه مش فارق. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف المباراه خلصت بنتيجه 1-1. ماشي كويس كويس، تعادلنا معاهم عادي جدا، يبقى هم في الصداره واحنا الثاني. بعد يا جماعه ما خلصنا من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، فضلت قاعد مستني عشان نشوف القرعه هتنزلنا قصاد مين في دور ال 16، ولكن عندي كلمه واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل. عندنا يا جماعه الراوند اوف 16، ريال مدريد لبس في يونج بويز، او لا العكس يعني يونج بويز هم اللي لبسوا في الريال، ارسنال في محمدي، بايرن مع بنفيكا، ميلان مع اتلتيكو، برشلونه. هو احنا لبسنا يعني ليه؟ ايوه ايه الفكره يعني، عايزين ايه يعني؟ لبسنا في باريس سان جيرمان يا جماعه، حسبي الله ونعم الوكيل. طب يا جماعه حاليا عندنا الماتش الذهاب بتاع باريس سان جيرمان، عندهم امبابي وديمبلي وفيتينيا ولي هانج هانج الواد ما اعرفش اللي هو ده. يا جماعه احنا كاسيميرو واخد كارت احمر وامرابط مشي لوحده كده، هو كان جاي اعاره من فيورنتينا مش فاكر، تقريبا فيورنتينا يعني مش متذكر بالظبط، مشي اول ما احتاجته يلعب اساسي مشي بدون اي بدون يعني، ما خدتش انا فلوس، ما حدش قال لي حاجه. فانتوا بقى ربنا معاكم، اعتقد دي التشكيله المثاليه يعني للمواجهه باريس. احنا بقى بالتشكيله الاساسيه البحت ما عدا كاسيميرو. فبسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف مباراه الذهاب هتنتهي بنتيجه 2-2. امبابي جاب هدف وديمبلي جاب هدف، اما عندنا انتوني وراشفورد. نونو منديش خد كارت احمر يا حبيبي يا نونو، وحسبي الله ونعم الوكيل. كل ماتش ابطال نطلع بكارت احمر احنا. بس يا جماعه قبل مباراه العوده انا اكتشفت ان احنا عندنا نهائي كربونات وكاب امام ارسنال، فجاه كده بقينا في النهائي، انا ما خدتش بالي منه قوي بصراحه. فاحنا هنلعب الهايلايتس يعني فاهم، عشان برضو ده نهائي يعني يمكن نجيب لقب كمان، ايه المشكله؟ تشكيلتهم جابريال خيسوس وسميث رو وساكا اوديجارد ورايس وتوماس وكيمبيمبي، وانت جبت الناس دي لا لا بس الواد بولتكس مش عندكم خلاص، انا مفيش قلق ان شاء الله. برام بيموت، انا مش عارف ايه ده، وهنبدل نونو منديش بشو عشان برضو ايه نريحه لمباراه باريس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي اعزائي انساتي، اهلا ومرحبا بكم في نهائي كاس الحليب. ادي نيمار جونيور اهو، وادي شويه العيال بتوع ارسنال اللي من غير بولتكس ولا يسوى اي حاجه. نيمار في الطقم الاحمر تمام، ومشجعين وحركات. ده ملعبنا ولا ملعبهم؟ مش فارقه معانا في حاجه، هنكسب ونروح. اوكي تمام يا جماعه، طلع ملعبنا احنا، ورينا يا ابني اول هايلايت. هيا معانا ارسنال كاونتر اتاك، هجمه مرتده ليهم يا جماعه في الدقيقه 18 والنتيجه 0-0 حاليا. خد يلا ولا ريح يا حبيبي ريح. ايه ده بقت هجمه مرتده لينا؟ ده نظام جديد في الهايلايتس، الروشفير. خد نيمار، حط نيمار، حط نيمار مش اوف سايد، هو ده الكلام يا جماعه. 1-0 هجمه مرتده من الهجمه المرتده. عندنا هجمه مرتده لارسنال تاني في الدقيقه 28، لو قطعناها النظام الجديد بتاع الهايلايتس عاجبني، وهي ان احنا بتتحول لهجمه مرتده لينا احنا بقى. ولا ولا فاران اخر امل والتعادل. انا عملت حاجات كتيره يعني، ما حاولت ماشي. عندنا في الدقيقه 37 فرصه عرضيه لنادي مانشستر يونايتد، هل في حد في القلب؟ تقريبا راشفورد في القلب، ممكن نلعب ولا اقول لك كده في كده في كده. يا نهار اسوح يا برونو. ماشي يا جماعه الدقيقه 45، ما اعرفش هجمه مرتده لينا ولا ليهم، لينا احنا صح؟ لينا. ماشي تعالى يا ابني جول موظفين اهو، بس كده 2-1 تعويضا على الهدف اللي فات ده. طير يا حبيبي طير. الدقيقة 55 في هجمة مرتدة ليهم يا جماعة، أنا ملاحظ إن الهايلايتس على ألتيميت بتدي فرص أكثر بكتير للخصم يا جماعة. يعني إحنا هما خدوا، أنا متأسف، أنا شايفها محايدة جدا. ما خلاص يا عم آر 9 خلاص. أوفسايد أوفسايد يا حبيبي، مش أوفسايد ده، أنت راجل عبيط بقى. طب الدقيقة 58 فرصة عرضية لينا، ثانية واحدة مش انا هعرفك يعني ايه دلوقتي تعمل انا فيا الكلام ده. خد راشفورد، يلا راشفورد
شفت ياض الاجوال بتيجي ازاي ياض ولا ما شفتش؟ حاليا النتيجه 3-2 في الدقيقه 80 سولو ران ليهم. بص احنا هنخش عليه مره واحده تقوم واكله نص كده بس جايب اجله على طول. شكرا. اللي بعده ادوه فاول. هو في فاولات في الهايلايت دلوقتي؟ ده احنا ما كانش في كده على ايامنا الحقيقه. بس يا اوديجارد بس جماعه الدقيقه 90 الدقيقه 89 يعني وهجمه مرتده لينا، نحاول نطول شويه في الهجمه دي ونكسب الماتش. يلا ايوه بص برونو والهدف الرابع اخيرا اخيرا اول لقب رسميا الى نادي مانشستر يونايتد. برونو يحدث هو يحدث الفارق فعلا، بالذات بعد الجول اللي هو ضيعه اللي كان الجول فاضي ده. ده يا جماعه مباراه بنتيجه 4-2 لصالح اليونايتد وفوز السير اليكس على الواد ارتيتا. السير اليكس مين؟ السير بولتكس. عفوا عزيزي المشاهد، ورينا يا ابني ما فيش كاس احنا اليومين ده، اصل انا رميت الكاس اللي هو اللي بتاع زمان ده فاكرينه اللي هو ده مش موجود دلوقتي. او استنى احاول ادور عليه كده ثانيه واحده. لقيته يا جدعان لقيته، بس روحه بتطلع يعني. بص هو ما في يعني بتعمل كده تقفل يقوم فاتح، ما فيش امل. احنا هنعتبره سليم، بالنسبه لي هو سليم دلوقتي. فتخش عليا بقى بعد اذنك. ايوه اول القاب السير بولتكس بعد العوده في اول موسم، ده كاس حليب فحاجه كده. ايوه ابو ثلاث ودون، هو ابو ثلاث ودون ده. ماشي خش يا عم برونو ارفع، رغم ان كان تهدي الكابتن لنيمار، بس يلا يا عم عشان انت الاقدم بتاع، هو اللي شال الفريق وانت شيل الكاس انت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم شيل. حلو قوي، خلي الكاس هنا بقى عشان في كؤوس جايه دلوقتي. والان مع مباراه باريس سان جيرمان، احنا طبعا تشكيلتنا جاهزه من يعني مجاميعه، وهنلعب الاتاكينج هايلايتس تاني المره دي مع باريس بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الماتش بتاع الذهاب خلص 2-2، فاحنا محتاجين نكسب. ايه ده؟ الدقيقه 24 جابوا جول امتى؟ طب انا ما ايه الغش ده؟ هجمه مرتده لينا في الدقيقه 46، بس هم جابوا جول ما ادونيش ادافع يا جماعه. روح يا نيمار، خد يا نيمار. نيمار انت انفراد، بفكر افنش بيك ولا اعوذ بالله. اقول لك جول موظفين احسن، حط الرشوه. بس يا جماعه احنا هنقضيها كده دوري الابطال ده بقى. الدقيقه 85 والتعادل، لو جبنا الجول ده من العرضيه نكسب. بصوا دي ايوه حرام، ماتش خلص جابوا طبعا جول. لا معلش انا هعيد الكلام ده. لا معلش انا في الجولين ما جيب ما ادونيش ادافع، ما اناش هنستهبل لو سمحت. نلعب هايلايتس يا عدله. اول هايلايتايه برضو في الدقيقه 24 وهم كسبانين 1-0 من نفس المكان ونفس السيناريو، هم عايزين يكسبوهم المره دي. استنى ان شاء الله ايه هنحاول ما يحصلش. خد مش اوفسايد. التعادل حلوه برونو، ماشي جامد الاسيست نيمار. عندنا دلوقتي 1-1 وفري كيك لينا في الدقيقه 32. الواد نيمار يعرف يحطها اوتسايد صح؟ نجرب او بلاش يا جماعه، الكوره بعيده. روح يا نيمار، خد يا نيمار بالعرض اهي. ايوه هو ده. 2-1 يا جماعه في الدقيقه 31. بس نفضل بقى نايمين على ال ايه ده، ضربة جزاء لينا في الدقيقة 83. نيمار لو حطيت ضربة الجزاء دي رسميا نصعد للدور اللي بعده، استرجل وفريقك القديم واركنها تحت يمين. يلا نيمار استرجل يا نيمار، ربنا ياخدك يا نيمار. اجري واد اهو فوق. شوت. هو ايه ده يا جدعان اللي احنا فيه ده؟ خد امسك دي. ماشي هما تحسهم اتوتروا في الدقيقة. كسبنا يا جماعة 2-1، احنا مطرود مننا واحد ماشي، عشان برضو القانون بتاعنا لازم كل ماتش ان احنا ايه يطرد واحد بس. سلم كده، ايه ده؟ ده اخويا ده ولا ايه؟ المهم ان احنا حطينا على باريس يعني، لا تقول لي بقى لا مبابي ولا الكلام ده كله. 2-1 يلا بينا يا ابني على الدور اللي بعده. خلونا يا جماعة نشوف احنا نزلنا قصاد مين في ربع النهائي. حلو لبسنا في أضعف فريق فيهم، يعني نسبة ان احنا نطلع نص النهائي أعلى ما في المكان. سيب بقى السيتي مع الريال وبرشلونة مع ميلان والناس دي كلها، وايه خلينا في اس سي براجا دي. بالنسبه يا جماعه تشكيلتهم ما فيهاش اي حد تقريبا اعرفه يعني، ما فيش حد جامد يعني. فانا يا جماعه مريح نيمار وانتوني بصراحه الماتش ده، وهسيب بقيه الفرقه زي ما هي بالظبط. هنشوف المباراه هتخلص بنتيجه كام. بسم الله الرحمن الرحيم، خلصت 2-0 الحمد لله. كده هم فريق ضعيف يعني، ده الطبيعي. على النحو الاخر الريال متعادل مع السيتي. لو هختار بصراحه مين اواجه يعني، لو هلبس في حد فيهم انا فعلا مش عارف هختار مين يعني، الاثنين عايزهم يطلعوا مع بعض كده. الماتش ده برده يا جماعه هريح بعض اللاعبين زي نيمار وراشفورد وهكذا يعني، ما اعتقدش ان هم ممكن يعملوا اي حاجه. انا كويك سيميليشن ونشوف. خلصت 1-1، فاحنا كده كسبنا 3-1 كمجموع الماتشين. شوف بس مين اللي جاب الجول. انتون ماشي حلو انتون.
على النحو الاخر السيتي هو اللي كسب الريال غالبا، احنا كده يا هنلبس في السيتي يا لسه بقى ما نعرفش مين اللي هيكسب من ميلان وبرشلونه، ولسه في فوق بايرن وحمدي ليتا. اوبا بعد ما عملنا سكيب يا جماعه، ميلان كسبت برشلونه والبايرن هي اللي كسبت مش عارف دي لازيو، بس هم مش واخدين حقوق اللي هو الاسم بتاعهم ولا ايه مش عارف، ولكن كده احنا يا بايرن يا ميلان يا مانشستر سيتي. انا شايف ان يعني لو ميلان هيبقى حاجه عظمه. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، نصف النهائي بيننا وبين مانشستر سيتي يا جماعه. طيب هي تشكيلتهم هالاند والفاريز تعبانين، هما وفودن، وفي طاقم الدفاع كله تعبان ما عدا اكي، ده حاجه في مصلحتنا جدا. على النحو الاخر انا كنت مريح اللعيبه المهمه، فتقريبا ما فيش اي حد تعبان، يعني كله حاجات بسيطه يعني. فخلونا نشوف كده المؤتمر الصحفي بيقول ايه. الكثير لتلعبوا من اجله، هل بامكانكم فعلها؟ بامكاننا فعلها. انت راجل شكلك باين عليك مرتشي. ان شاء الله بامكاننا فعلها، لان ده ديربي. احنا ايه اللي حصل لاخر ديربي ما بيننا؟ كسبوكوا 3-2 يا فندم. لا كانت بالفلوس، كانت بالفلوس، وكانت ما كناش اصلا مش عايزين، يعني انا مش عايز اكسب. اما احنا اصلا انا مركز على الابطال، فهم جولي في الابطال يبقى سهل. هل فريق الخصم هيبقوا قلقانين منكم؟ الله اعرفه ان احنا جاهزين تمام، واحنا لما بنجهز بيتقلق مننا بصراحه، ده اللي انا اعرفه يعني. هتقول لي بقى ما انت اللي قدامك اصلي بيب جوارديولا ودرجه الاقرع ومش عارف، ما عنديش يابا الكلام ده، ما بقى لا. من يضحك اخيرا يضحك من ابو كتير يا باشا، فانت حاول تسكت انت. ازاي بتقدروا تحافظوا على الاستمراريه في التدريب؟ ما انت اصلك ما انا مش ببيع رجلي يعني، واخد بالك معايا، انا موجود، انا مدرب، فاحنا الاستمراريه دي من عندنا. بطلع كده شويه استمراريه واوزع بقى على الجيب. حاول انت بس تهمت كده ماشي. انت مين اللي مشغلك يا؟ لا اصل حاسك مانشستراوي سيتيهاوي. انت ايه اللي جايبك معانا؟ ما تروح تسال طب بيب جوارديولا انا ما عايز مني انا ايه. يا جماعه استخفافا بالخصم هنعمل كويك سيميليشن ماشي، ده للمباراه الاولى، لو كسبوا هنلعب احنا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا ابني النتائج، بص يا ابني النتائج يا ابني. انتوني اللي جايب الاجوال والله. انتوني جايب هاتريك، انتوني جايب هاتريك. ده ايه ده؟ نيمار جاب جول وانتوني هاتريك، يعني ازاي يعني؟ وراشفورد ما عملش اي حاجه معقول؟ احنا شايطين اربع شوطات يا جماعه، احنا جبناهم جول، وهم ثلاث شوطات بثلاث فرص وجابوهم جول برضه. طيب العوده لازم نلعبها، هو احنا كسبانين بس هو فرق جول، ما ينفعش نهزر يعني. المره دي بقى يا جماعه هم يعني جاهزين شويه، الفريق بصراحه مش اضعف حاجه يعني، حاولوا ان هم يريحوا اللعيبه المهمه، قال يعني كده هيكسب يعني السير بولتكس. اما والله العظيم عجايب، ايه ده؟ احنا على العموم هنلعب الاتاكينج هايلايتس برضه، ولو صعدنا للنهائي هتوحد الله في الكومنتس تمام. هالاند بيقول لك هو هداف دوري الابطال بسبع اهداف، امال احنا بنعمل ايه؟ احنا مين الهداف عندنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبتدي المباراه، اول طبعا ايه هايلايتايا، احنا لينا سولو ران يعني حوالي اللي هو شبه انفراد يعني تمام. النتيجه لسه 0-0، لو الواد انتوني يسترجل بقول لك ايه بس يا عم. خلصت. نيمار نيمار نيمار. النتيجه بقت 1-0 ليهم، دقيقه 37، هجمه مرتده لينا. حد هيفتح مساحات؟ لا حد يتنيل يفتح مساحات بقى. الانتو يا عيني نيمار، ما انت ما تهزرش. ايه ده؟ دقيقة 45 هجمة مرتدة لينا والنتيجة لسه 1-0. حط ماشي. مين اللي حط الكرة دي يا جماعة؟ مين؟ جرناتشو؟ لا ثانية، جرناتشو هو نيمار اتصاب ولا ايه اللي حصل؟ يا رب ما يكونش اللي في دماغي صح. لو نيمار اتصاب هنروح في داهية، احنا عايزينه في النهائي. ايه ده؟ يعني في كده؟ لا طب هنعيد يا باشا، طالما انتوا ماشيينها كده هنعيد. معلش. لا والله انت يعني ايه اتعادل يقوم بيقول لك الهايلايت اللي بعدها الماتش خلص 4-1؟ يعني ايه؟ ده مش غش، ده فتق قواعد الفيزياء. ايوه السولو رنايه تاني اللي في الدقيقه 5 تمام؟ انا جريها دي هنعمل قلق دلوقتي. ايوه افتح انتوني. انتون تعالى حبيبي. الانتون والهدف الاول، هدف الموظفين الجاحد. عندك الدقيقه 35 فرصه عرضيه لينا ولسه النتيجه 1-0. لو جبنا الجول ده خلاص اللعبه بتهدى شويه في الهايلايتس. لاحظت الموضوع ده؟ خد نيمار، حط نيمار، ربنا ياخدك يا نيمار. يا نهار اسوح. الدقيقه 105، الدقيقه 105 وايه وهم كسبانين 2-1. مين اعلى واحد بينالتيز؟ هنشوف براشفورد يا جماعه. ما اعرفش نيمار بيطلع ليه فجاه كده، بس ان شاء الله راشفورد يعمل حاجه. رشفير. ايه اللي حصل؟ ضربات جزاء؟ طب احنا ما شفناش الكرة وهي بتخش. طب هو انتوا مع نفسكم كده؟ ايه السكريبت ده؟ طيب هالاند ماشي، ده ما بيحوقش معاه ده. انا كنت محتاج نيمار في الحاجات دي بس ماشي. الله ينور راشفورد. ماشي يا جماعة جامد. ديربي مانشستر في دوري الأبطال تمام. مين ده؟ إريكسن. المشكله ان التبديلات اتعملت لوحدها وبقى اللعيبه اللي في الملعب ما مش جامده بصراحه يعني، مش ما بيعرفوش يشوطوا يعني. جوميز فوق حبيبي يا جوميز. ميسن ماونت ماشي، فريقك كان برضو
ايوه كده يعني. بصوا يا جماعه، برناردو سيلفا هيركنها فوق يمين. ايوه انتوا يا حبيبي، انت برازيلي نيمار بيتفرج عليك، ارفع راسه. تمام تمام. في الفودن، في الفودن. حلو حلو، ممكن نرجع. لو كاسيميرو ضيع دي هنروح في ده. كاسيميرو يضعها في الشباك، نعود للمباراة من جديد. رودري بالله عليك ضيع رودري. يا الله. لينديلوف انا مش ضامره بربع جنيه. الحمد لله. ماشي يا جماعة، حتى الان 5-5. جوارديولا. طب عايزين نصد كرة طبق اونانا ولا احنا ايه؟ جرناتشو ارفع راس كريستيانو، تعمل لنا فيها هو قدوتك وبتاع. ايه ده ياه؟ هجمة في سولو رن في الدقيقة 5 يا جماعة. يا دي بقت انفراد لنيمار، يا عليك يا نيمار، عليك حركات انت. فنش حلو بقى. ايوه ايوه، المرة دي فنش نظيفة اهو. ماشي، احنا ان شاء الله اللي فات مات، ترجل انت بس في اللي جاي. دقيقة 35 برضه فرصة عرضية، لان هم حافظين ال الهايلايتس يا جماعة، هم حافظينها يعني. تمام، دي بتضيع خلاص خسرنا كده. ايوه تعادلوا، والدقيقه 76 فرصه عرضيه لينا، لو جبنا دي في امل، لو جبناها يعني. ايوه يب، حط رجلك يا ما طبعا. كسبنا كسبنا والله، افتكرت السيتي هي اللي كسبت برضو بالسكريبت. ماشي ماشي، كسبنا 6-5. ما اعرفش احنا تعادلنا الماتش ده، فاحنا كنا كسبانين 4-3 الماتش اللي فات، فكويس. ياه كسبنا بعد ما عدنا الهايلايتس يجي 3 مرات. بيقول لك برونو فرنانديز حط بينالتي في الدقيقه 98. تمام، والدنيا حلوه احنا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ميلان طلعت البايرن 5-2 مجموع الماتشين. ميلان هم ايه، جابوا مين؟ احنا حاليا ترتيبنا الثاني في الدوري للاسف، مانشستر سيتي هم اللي كسبوا الدوري. هو فاضل ماتش يتلعب بس، الماتش ده مش هيعمل حاجه لان هم فارقين باكتر من 10 نقط يا جماعه، حوالي 13 نقطه. جابوا 98 نقطه، كسبوا 31 ماتش بينما احنا كسبانين 27 فقط. ماشي مش مشكله يعني، انا ما كانش هدفي ان احنا نكسب الدوري، هم جايبين نكسب ابطال. هو عجيب انا بتاع ليه الدوري، ما خدتش فلوس الدوري، ما اتحاسبتش على الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، ميلان ورينا تشكيلتهم. عندهم لياو بس، مفيش اي حاجه، ممكن تشكويزي ده بس، ليه عمالين يكسبوا اي حد كده؟ ما تشكيلتهم مش جامده يعني. توموري وكالولو تيو ماشي، دفاعهم كويس بس مش يعني مش هكبد من البايرن يعني. ورينا يا ابني مؤتمر الصحفي بقى. لا ده معلش، المؤتمر الصحفي بتاع النهائي بقى. ايوه اتفضل اسال. هل الفريق يقدر يفوق التوقعات في المباراه؟ والله بقى ده رزق. تمام، طالما وصلنا للحظه دي ماشي، واحنا نهائي وبتاع، انا مؤمن طبعا ان ده رزق. ويعني الواحد يعني مهما كان، مهما خطط ومهما عمل، فده توفيق ربنا. طيب هل اللياقه البدنيه تعتبر مشكله حاليا في الفريق؟ ليه بتسال السؤال ده؟ في حاجه واحنا في، انت مين يعني؟ لا يعني انت شايفنا ايه؟ ما احنا مريحين قد كده، مفخدين بقى لنا اسبوعين بين الماتشين، عايز ايه؟ انت ياض انت شكلك جاي تفول علينا باين، وهقوم اديك بالبتاع ده في خلقتك دلوقتي. طب خلاص خلاص، هل الفوز الاخير بتاعكم هي المفروض يجعل الخصم قلق يعني نوعا ما؟ من منطلق نظري الشخصي، اللي يوصل نهائي مفيش حاجه تاثر معاه، ده فريق جامد. تمام، انا شايف تشكيلتهم هفق بصراحه، بس من الواضح ان احنا هنخش نلاقي وحوش في ارض الميدان. انا ما شفتلهمش ولا ماتش. تمام، ولكن اللي انا اعرفه ان في حد هيخرج النهارده متهان. ها متهان انا بقول ده. طب يا جماعه دي الخطه اللي هنلعب بيها، لو قدرنا بعون الله ان احنا نكسب النهائي ده، هيبقى رسميا كل الخطه اللي احنا عملناها وكل الصفقات وكل حاجه عملناها نجحت، وان دي كانت فعلا الخيارات السليمه في كل المراكز، ابتداء من صفقه نيمار لتقويه الدفاع لكل حاجه. الخطه كانت ان احنا نجيب نجم فريق عالمي يبقى هو النجم الاول، وتحتيه في كتيبه فعلا من النجوم اللي ممكن يتولوا القياده مكانه لو اتصاب او حصل له حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي اعزائي الاشياء، اهلا ومرحبا بكم في مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا على الصعوبه التيميت، والكومبيتيتور مود مفتوح. وبسم الله الرحمن الرحيم، اليونايتد دخلان سخن. حمدي، ولكن التصدي من الحارس حرام. بص انا ضد الكورنرات بس تعالوا نجرب. ها ها ها، جول. ماشي، مين اللي جاب الجول ده؟ فاران، انا فاكره راشفورد. يا ابن اللعيبه فاران، حلوه. ماشي يا جماعه، 1-0. انا يعني حتى الان بصراحه احنا طلعنا بهجمه بسهوله جدا في اولى الدقائق، فانا مش عارف هم ليه ميلان طلعت بايرن وصعدت نهائي اساسا، بس تمام يعني. كره عند كاسيميرو، يعطي كره، يا سلام لله. نيمار 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 بيستعرض في نهائي الابطال استهانه بالخصم، هو اريكسن بيشوط ولكن اريكسن ما بيعرفش يشوط. بص بقى ده فن الطلوع بالهجمه، معلش اسمح لي. ايوه ايوه نيمار، يا عيني يا عيني يا عيني، في النهائي في النهائي بنعمل كده. لا 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 ل
معلش نيمار يتألق بقى في النهائي عشان برضو الواحد ايه يشوفه هو رافع بالون دور بقى السنة دي. صيد. لا لا يا نجم النجوم، نجم النجوم مين تريمي ده؟ ولا حبيبي احنا نزاهة وشرف 45 دقيقة متواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، يبتدي الشوط الثاني ونحن نطمح الى زيادة الفارق الى هدفين مينيمم، ولكن دفاع الخصم مش اسهل حاجة الحقيقة. كورة عند الناي، يمشي الناي، راح الناي لإريكسين، إريكسين يا جدعان هو ايه مينن ده؟ كابتن لياو. لا مش بنشكل بعض يا شباب، يعني احنا اللي مع لابس احمر مع بعض، هنطلع بعض اللاعبين لان الواحد هم بيموتوا تمام. فاحنا ممكن ننزل مين؟ جرناتشو، وهننزل هوايلاند لان احنا عايزين نجيب جول كمان بصراحه. لا 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 ما تهزرش ما تهزر بالله عليك. ايوه هدي اللعب كده وصلى على النبي حبيبي، صلى على النبي عزيزي المشاهد، صلى على النبي كده اما نشوف الهجمه دي بتقول ايه. ايوه حبيبي عزيزي، نهارك لذيذ، نهارك اتكل على الله، اتكل على الله. لا خلاص ما تهزر، بص ما تهزرش معايا عشان ما بحبش الهزار بس في اواخر الدقائق. معلش معلش بيبقى دمك تقيل وسط اصلا. ايوه انت ما بتعرفش تهزر، خلاص خلاص يا ربنا ما رزقكش الكوميديا ما تحلوش. ايوه انا ما عنديش فكره هو ايه راشفورد اللي بينيله ده، بس يعني تمام. نيمار تألق المباراه دي، ما جاب هاتريك باين او لا جاب جونين، فاران جاب جول بالهيد انا فاكر، ولكن رسميا كده نقدر ان احنا نحط على الجميع في دوري الابطال ماشي، لان الجاكيت ده لما بيحضر خلاص كده معلش. السير بولتكس جه مش معقول، بص الواد راشفورد السهم ما جاش عليه اصلا، يعني هي اللعبه متخلفه او حاجه ما. طبعا تبديلات جذريه في الدقيقه 91 طبعا اهم ما يمكن، يعني بص الحكم ايوه يصفر على طول. ورسميا المانشستر يونايتد يتوجون باللقب اخيرا بعد غيابه لمده اكثر من 10 سنين باين، ولا مش عارف 13 سنه. شوف احسب بقى من اخر مره كسبوه مع كريستيانو في 2008، دي كانت اخر مره. فين يا ابني الكاس بتاعنا؟ احضر لنا الكاس تمام. يلا يا ابني شيل يا طويل العمر، شيل. ايوه شيل 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 شيل. في حته ما فيش دلوقتي هتلاقي فيديو دوس عليه وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.